الله 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 سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة العظيمة جدا التي تلخص جميع أهداف الأنبياء، تلخص الإسلام. هذه الآية عندما نزلت في مكة وقرأها عثمان بن مضعون، هذا الصحابي الجليل، على الوليد بن المغيرة الكافر المعروف المشرك معادي لرسول الله، قال: إن كان محمد قاله فنعم ما قاله، وإن كان صلوا على محمد. وإن كان ربه قد قاله فنعم ما قال ربه، ولكن لم يسلم. فنزلت تلك الآيات في سورة الفجر أتصور. خلاصة روح الأديان شنو أصلا؟ الأديان من آدم وإلى ديننا نحن، اللي دين واحد هو دين الإسلام، له قشر إن صح التعبير، وله لب واقع روح. قشر الدين إن صح هذه كلمة القشر، مو لطيفة ولكن ما عندي كلمة أخرى. اللغة العربية وكل اللغات ضيقة. قشر الدين الأعمال التي نعملها، الصلاة، الركوع، السجود، التشهد، القنوت، الحج، نطوف، نسعى، نذهب إلى الجمرات، نرمي، نذبح، قل شنو هذا يعني؟ الصوم ظاهره يعني نكف عن الطعام والأكل وبقية المنهيات، هذه قشور الدين الظاهر الذي يؤطر المتدين بظاهر من الدين.
وهو واجب لا شك في ذلك. هذا الظاهر لا يكفي. الإسلام يريد أن يبني مجتمعا فاضلا متماسكا أخلاقيا لا يتجاوز أحد على أحد. هذا روح الدين، هذا عمق الدين، هذا لب الدين. وإلا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. طبعا احنا لا نمنع الضجيج، بنقول لنروح للحج، لا نروح، بنقول انه منروح الى المشاية في زيارة الأربعين نروح، هذا مزيان. ولكن ماذا وراء هذا الضجيج؟ ماذا وراء هذا الضجيج؟ إذا هذا الضجيج أو إذا هذه المظاهر لا توصلنا، لا توصلنا إلى العدالة الاجتماعية، ظلم، تعدي، تجاوز، فحشاء، منكر، هذا ما سوينا مجتمع إسلامي. ولذلك الكثيرون قديما وحديثا بعد صاير أكثر يقول أنتم المسلمين ليش كذي؟ صلوات الجماعة مكتظة، زين جيد، هذا هذا أيضا هواية به نفع. الحج ما شاء الله. نجي إلى القضايا الشيعية المشاية، الشعائر الحسينية كلها جيدة، لا أحد يستطيع أن يمنع هذه الأمور لأنها من صلب الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منا شيئا آخر فوق هذه الأشياء. ليش؟ لأن هذه المظاهر إذا لا تدعم من قبل مفاهيم هذه الآية التي تلوناها ما له طعم. شيئا فشيئا تشوف أنه تزول. ما أكثر المظاهر التي زالت. ليش زالت؟ لأن الواقع الذي أراده الله أن يدعم هذه المظاهر ما كانت موجودة. ولذلك صار شنو؟ صار أنه بعد رسول الله نقضوا العهد. الآية التي تلوناها الآية الثانية حول نقض العهد. أكرر أن هذه الآية الأولى التي تلوناها إذا طبقت في المجتمعات الإسلامية لا يبقى أي أثر للتخلف أبدا. عثمان بن مضعون صحابي جليل كان في مكة وانتقل إلى المدينة مع رسول الله وله مواقف جيدة وتاريخ ناصع. هو يقول أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وعلى محمد، هاي القصة جدا لطيفة التفتوا إليها. يتبين من هاي القصة أنه في قريش هم كانوا بعض الناس عندهم خلفية ثقافية، بعضهم. يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه، وكان يعرض علي الإسلام يوما بعد يوم، فأسلمت، التفتوا، فأسلمت استحياء خجلا، ولكن في قلبي شيء يقول أنا أقول صحيح يعني هذا نبي؟ لأنه الرسول كان يعيش مع الناس، يأكل مع العبيد، يمشي في الأسواق عادي، إنما أنا بشر مثلكم. فعثمان بن مضعون يقول أنا أسلمت
استحياء لكثرة ما كان الرسول يلقي علي تعال صير مسلم تعال مثلا أؤمن، إلى أنه في اليوم كنت جالسا قريبا منه فإذا رأيته يطالع السماء. النبي كان له حالات عندما ينزل الوحي، حالات مختلفة عن الحالات العادية، يمكن أن نمثل ذلك، يمكن يعني هذا تقريب للذهن، عندما تأتي حالة معنوية للإنسان في أثناء الدعاء، بعض الأوقات تشوف الحالة، حالة الإنسان تتغير، يعني مو الحالة العادية، هذا للتقريب. طبعا نزول الوحي كانت لها حالة خاصة عند الرسول، يقول فرأيته يطالع السماء كأنه ينتظر شيئا أو يخاطب شيئا. بعد فترة أسري عنه، يعني أسري عنه يعني أنه تلك الحالة راحت صار عادي. قلت له يا رسول الله ماذا حدث؟ قال نزل علي جبرائيل للتو وأنزل هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول هزتني هاي الآية، مضمون كلامه. فذهبت إلى أبي طالب، أتصور يحتاج أبو طالب صلوات، صل على محمد جدنا نحن السادة، سنين منسيين هواية، جدنا وجدتنا، أبو طالب جدنا وجدتنا خديجة، اذكروهم دائما وصلوا عليهما. ذهبت إلى أبي طالب وقلت له يا أبو طالب، كان شيخ قريش، الناس الزهنين في قريش في مكة كانوا يؤمنون به يعتقدون به، طبعا في عقيدتنا له مقام عالي يشفع هناك. ذهبت إليه وقلت له يا أبا طالب، للتو نزلت هذه الآية على رسول الله؟ قال اقرأها. قرأت له: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. قال أبو طالب: التفوا حول محمد. فوالله لا يأتي إليكم إلا بمكارم الأخلاق، والله إنه لا يأتي إليكم إلا مضمون كلامه، طبعا هذه بالمضمون أنا قرأت لكم هذه الرواية. هذا عمق الإسلام، هذا لب الدين، هذا روح الدين. إخواني بدون مجاملة، نحن مجتمعاتنا تنقصها هذه الثلاثة: العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى. ومع الأسف يوما بعد يوم ينتشر شنو في المقابل؟ الفحشاء والعياذ بالله، المنكر والبغي، اللي أفظع وأشد المنكرات هو البغي، الظلم. احنا بس تيجي كلمة الظلم نفكر حكومات تظلم شعوبها، مو بس هذا، نحن أيضا نظلم، نظلم زوجاتنا بعضنا، أو الزوجة تظلم زوجها، نظلم أولادنا، نظلم السوق، نغش، نعمل القبائح، هذا ظلم بعد. الظلم ما له في عنوان خاص يعني، نعم المصداق الجلي للظلم ظلم الحكام على المحكومين على الشعوب،
القتل والسجن والتعذيب وإلى آخره، ظلم هذا. حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي احنا الليلة في عزائه ذكرى استشهاده، هذا العظيم الذي لم يعرفه من عاصره ولا يعرفه من تخلف عنه، نحن ما عرفنا. أنا بعض الأوقات عندي كلمة مو لطيفة ولكن أقولها بعد، أقول كأنه الأمة لم تكن مستاهلة، لم تكن تصل إلا لبعض الناس. نعم سلمان عرف من هو علي، أبو ذر عرف من هو علي، المقداد عرف، وفوق ذلك لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي تلوناها جديرة بإصلاح المجتمعات، كل المجتمعات مو فقط الإسلامية. نرجع إلى الآية، إن الله يأمر، إن الله يأمر بالصلاة، وأمر بالصلاة يبدو في شيء خاص هذا. وبعدين هاي الآية وين نازلة؟ في مكة، يعني بداية الدعوة النبوية المباركة. معنى ذلك يا ناس إذا تردون تصلون إلى عمق الإسلام، إلى لب الإسلام، إلى حقيقة الإيمان، هذه الثلاثة: العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى. العدل شنو؟ العدل العلماء اللغويين يقولون وضع الشيء في موضعه. خب هذا تعبير لغوي جيد، يعني كل شيء يكون في موضعه، لا إفراط ولا تفريط. إذا جعلت كل شيء في موضعه فلا يكون إفراط ولا تفريط، حتى في الأمور المادية، حتى في الأمور الأشياء اللي في بيتك مثلا. هل يمكن أن يجعل واحد صلوا على محمد وآل محمد هل يمكن أن يجعل واحد أفضل التحف في مكان وسخ مثلا؟ ما ممكن. وضع الشيء في غير موضعه يصير. العدل بشكل عام هذا معناته، ولكن هذه كلمة إذا تريد أن تطبق هذه الكلمة في كل مناحي الحياة إلى دور. هذا العدالة في شنو؟ في الحكومات، العدالة في الشعوب، العدالة في المدرسة، العدالة في السوق، العدالة في التجارة وإلى ما شاء الله. كل هذه المناحي تأتي كلمة العدل وتطبق هناك. الله لا يكتفي بهذا، التفتوا، إن الله يأمر بالعدل. العدل واجب، يعني أنت تجعل كل شيء في موضعه، هذا عقلي، كل عاقل يفهمه، بعد كل عاقل يريده. ماكو عقل يقول لا اجعل شيئا في غير موضعه، هذا ما ممكن. الله لا يكتفي بهذا، يقول إن الله يأمر بالعدل شنو؟ الله والإحسان. الإحسان شنو؟ الإحسان لا يستحق أنت تعطيه، هذا معناته. هذا المجتمع الذي يتجاوز حدود العدالة، يعني عنده صديق مثلا يسلم الصديق، الواجب شنو؟ يرد السلام. يقول لا لا ترد السلام، فقط قل إذا قال السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم، يعني شوف زود، زيد في الجواب. هذا مثال بسيط. وحتى يصل الحد إلى أن تتفضل عليه، هو يعاديك وأنت تعفو، هو يقطع الرحم وأنت تصل، هو يسب الإنسان وأنت تمدحه، هو يغتابك وأنت تذهب إلى الحرم. أو في هذه الليلة المباركة، إخواني هذه الليلة اغتنموها، أنا أقول لنفسي طبعا لنغتنم هذه الليلة،
لنطبق هذه الآية فقط. العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى، أو لنصمم لنقرر. ممكن تقول إيتاء ذي القربى وين أقربائي، وين حتى أنا أصلهم بعدين، ولكن القرار الليلة، الليلة ليلة القرار، ليلة التصميم، ليلة أن يستأنف الإنسان العمل. خلص سنة انقضت راحت، شنو كان ما ندري، من ظلم، من تجاوز على الآخر، من تعدى على الآخر، من اغتاب، من سب، ما إلى آخره، كل هذه رهبت. نريد في هذه الليلة أن نستأنف العمل، نستأنف الحياة أصلا. وتدري إلى الصباح شنو؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الآن احنا في سلام من الله سبحانه وتعالى. يمكن أقدر أقول أنه بعدها ما تقررت الأمور، لأنه يقول حتى مطلع الفجر، يعني أكو مجال أن الإنسان يقرر، يقرر أن يكون عادلا. عادلا يعني شنو؟ أكو رواية لا بأس أقراها عن النبي، صلوا على محمد وآل محمد. من عامل الناس فلم يظلمهم، لأن كثير من الناس يقولون العادل منه اللي يطبق العدالة، يعني نقول من شروط التقليد شنو؟ العلم والعدالة. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم. يكذبهم مو بس بقضايا العادية، حتى في الفتاوى. وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. خلف الوعد بعدين نقرأ. فهو ممن كملت مروءته أو مروته. يقول فلان مروته، مروءة يعني شنو؟ الشريف، إنسان شريف مو لئيم، إنسان تقدر تعتمد عليه، هذا المروءة. فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته، هذا عادل، ووجبت أخوته. إذا تريد تختار أخ وصديق اختار هذا الإنسان. وحرمت غيبته، هذه الصفات يعددها رسول الله. نرجع إلى كلامنا، فبالنتيجة لب الإسلام، روح الإسلام، عمق الإسلام، الشيء الذي يجعل صلاتنا مقبولة، زكاتنا وخمسنا مقبولتان، حجنا مقبول، زيارتنا، مشايتنا، عملنا، الخيرات، الممرات، كلها قشور ظاهر للدين، ويجب أن نحافظ على هذه القشور. هاي كلمة القشور أكرر شوي بها سوء أدب مني، بس ما عندي كلمة ثانية. الظاهر، ظاهر الدين هو، ويجب أن نحافظ عليها لأنها واجبات. ولكن تلك الصلاة التي ذلك الحج، يقولون فد واحد راح للحج، بعدين واحد من الذين يعرفون الأمور عاتبه، قال له بفلوس اليتامى جاي للحج؟ أي حج هذا؟ أنا أسوي صدقات بفلوس محرمة؟ شلون يصير هذا؟ هذا اللي نريده احنا، المجتمع السليم الذي لا يستطيع الأعداء أن يعتدوا عليه. احنا الآن مجتمعاتنا ما بها روح، خلينا نكون صريحين، ما بها روح. أسواقنا ما بها صفاء، مساجدنا، حسينياتنا، أنا ما أريد أعطيكم نوع من التشاؤم لا، ولكن خلينا نكون اليوم الليلة ليلة الصراحة، بعد ليلة القدر نطهر أنفسنا. الآية شنو تقول؟ إن الله يأمر بالعدل. العدالة واجبة أصلا، مو أنه معناته أنه أنت سويت في الشيء إذا صرت عادل، لا، واجب هذا، أن تجعل كل شيء في موضعه. يتجاوز يريد بعد منك، والإحسان تفضل، ليش ما تتجاوز عن الآخرين؟ لماذا لا نغفر ذنوب الآخرين؟ بعدين من يقول احنا ما عندنا ذنوب؟ احنا ما عندنا ذنوب، لماذا فقط ننظر الى الاخرين؟ لازم ننظر الى انفسنا ايضا.
وإيتاء ذي القربى، هذا خاص بعد عام. المجتمعات عادة تتكون من الأقرباء. الآن كل واحد منكم شنو عنده؟ عنده عائلة. العائلة الصغيرة زوج وزوجة وأولاد، شوية تتجاوز يصير أعمام أخوال جد جدة خالات عمات وهكذا أولادهم، هذا يصير شنو؟ يصير أرحام. إذا هذه الآية تطبق، إذا أن يصل الإنسان إلى العائلة الصغيرة، أول شيء يصل إلى زوجته، عند صلة للزوجة، عند صلة للأولاد، هاي العائلة تكون شنو؟ نظيفة. بعدين شوية أكثر إلى الأقرباء. المجتمعات تتكون من العوائل بعد، مو أكثر من هذا بعد. كل واحد عنده عائلة، عائلة صغيرة كبيرة، بعض الأوقات ينسون بعضهم. إيتاء ذي القربى تخصيص بعد تعميم، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طبعا هناك روايات كثيرة أن إيتاء ذي القربى خاصة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الجانب الإيجابي. أما في الجانب السلبي، شوفوا إذا مجتمع يصير بها عدالة، عدالة من الحكومات، عدالة في السوق، عدالة عند رجال الدين، عدالة عند الكسبة، عدالة عند المعلمين، عند كل شيء يصير عدالة، شنو يصير هذا؟ يعني جنة تصير. إضافة على ذلك تصير به إحسان، مو بس عدالة، أن تعطي من قطعك، أن تصل من قطعك، هذا معنى الإحسان. بعدين العوائل، إيتاء ذي القربى، كل واحد يدير باله على عائلته، الأقربون أولى بالمعروف. من هذا الجانب تطهير كامل. وفي الجانب الآخر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أنت تصور هذه الآية إذا طبقت، أنا أتصور هاي الآية لازم تخليها في كل الجامعات لوحة مباركة، يا ناس إسلامنا هذا، عدالة، إحسان، إيتاء ذي القربى، ومحاربة الفساد والفحشاء والمنكر والبغي، الظلم. الظلم الآن بعد مسيطر على العالم كله، القتل والدمار والسجون والتعذيب، شنو هذا؟ هذا لب الإسلام، هذا روح الدين اللي قدمنا في أول الحديث، أن الدين ظاهره الصلاة، الصيام، الحاج، وكله جيد. أما وراء هذه الطقوس وهذه العبادات، إذا ما كانت روح الدين مسيطرة، إذا ما كان إحسان، ما كان عدالة، ما كان إيتاء ذي القربى، وتجاوزنا على الآخرين، وصار بغي، وصار ظلم، وصار فحشاء ومنكر، بعد يا إسلام هذا؟ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. أكرر الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول عثمان بن مضعون كما قدمت لكم، يقول عندما نزلت هاي الآية كأنه انفتحت في قلبي بوادر الإيمان، كنت شاك، يعني استحياء كنت مسلم، أنا حياء من النبي، لأن كنت أحب النبي وكان يعرض علي الإسلام، فكنت أقول نعم أنا مسلم. ولكن عندما نزلت، بعدين أبو طالب شي يقول، شي جاوبه، يقول اتبعوا رسول الله فإنه لا يدعوكم إلا إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هدف الرسول. إخواني احنا في مجتمعاتنا الأصل تركناه والفرع تمسكنا به، هم زين طبعا، لأن هذا الفرع يمكن أيضا يودينا إلى الأصل، أما إذا تركنا الفرع بعد كل شيء يروح. يعظكم لعلكم تذكرون، تذكرون يعني تذكرون الفطرة، هذه الأمور كلها إرشادية. أي واحد
حتى إذا ما عرضت عليه قوانين الإسلام. بفطرته يحب العدالة، بفطرته يحب الإحسان، بفطرته يقبل إيتاء ذي القربى، بفطرته لا يقبل الفحشاء ولا المنكر ولا البغي. واضح بعد فطرته هذا؟ لعلكم تذكرون، تتذكرون الفطرة التي جبلت فينا قبل أن نخلق، جبلت فينا هذه الفطرة. عجيبة حقيقة إذا الإنسان يفكر مع نفسه بدون أي رتوش، بدون أي رواسب في عقله، يشوف يحب العدالة حتى إذا هو ظالم، بس يقول العدالة زينة، يحب الإحسان، يقدسه. ولذلك نحن نقدس عليا عليه السلام، نقدس رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء. الشيء الآخر، العهد واليمين. المجتمعات لا تقوم لها قائمة إلا بالوفاء للعهود. ليش يقول لك لو ما تريد تتزوج الله يسهل زواج الشباب والشابات، ليش يقول لازم تسوي عقد؟ عقد شنو؟ نوع من العهد بعد، يعني أقرباء الولد يجون، أقرباء البنت يجون يتعاهدون، والولد والبنت المعرس والعروسة يتعاهدون. عهد هذا يصير زواج بدون عهد؟ ما يصير. يصير تجارة، تصير تجارة في السوق بدون عهد؟ أي شيء أنت خلي بالك، أي مثال تجيب. أنا الآن وجودي هنا عهد، لأن تعهدت مع إخوتي في الديوانية أنه أجي أصعد المنبر. عهد هذا. فكيف إذا هذا العهد صار مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا جدا بعد عظيم. العهود هي الكفيلة لتماسك المجتمعات. إذا ماكو عهود أي مجتمع متفسخ أصلا، ما إلى قيمة بعد، حتى مع العدو. يقولون كم شيء، هذا حديث بي يعني، كم شيء لا فرق بين البر والفاجر لازم توفي بها. واحد الأمانة، إذا واحد كافر فاسق زنديق جعل أمانة عندي، ممكن آكل الأمانة؟ مستحيل، الشرع ما يتجوز. أقول لا هذا فاسق خلي ناكل فلوسه، هذا كافر، مثل بعض الناس اللي يروحون إلى الغرب يقول خل نسرق من الجمعيات. شلون يصير؟ هذه أمانة بالنتيجة مخليها، أنت تروح تشتري لا يجوز. واحد الأمانة، الثاني شنو؟ الوالدان برين أو فاجرين يجب أن نحترمهما. يقول أنا صرت متدين وأبويا لا مو متدين، كثير يراجعوني أنا لهالأمور حتى مو متدين، أنت شعلك. المهم أن الوالدين لهما احترام، هذا اثنين. الثالث العهد، عاهدت فاسقا يجب أن توفي بعهدك، كافرا زنديقا عدوا حتى. العهود التي كان المسلمون يعقدونها مع قريش مع أعدائهم، صلح الحديبية شنو؟ معاهدة كانت بعد، يجب أن تفي به. وفاء سوى الرسول، ما خالف ما نقض. ليش؟ لأن المجتمعات إذا ما بيوفاء للعهود بعد ما يبقى شيء. ولذلك تشوف كثير من العوائل تتفسخ. ليش؟ لأن أول يوم المعرس تعهد للعروسة والعروسة تعهدت للولد أن نكون أوفياء، أن نكون هالشكل هالشكل، يقعدون بعد يحجون شلون مو معلوم، بعدين يخالفون، الأسرة تتفكك. يجي شوية أكبر السوق، السوق عندما ماكو معاهدة مضبوطة يعمل بها كل العقود تتفكك تروح أصلا، أمان ماكو بعد.
أساس كل المجتمعات بعد الإحسان، بعد العدل، بعد إيتاء ذي القربى، الوفاء بالعهود. انظر إلى الآية، هذه الآيات إحنا الآن نقراها وجدا عادية عندنا، لأنه نحب القرآن، نحب الإسلام، نحب الرسول. بس ذاك اليوم في الجاهلية الجهلاء لقريش ولغير قريش أصلا كانوا في جهل عجيب، كان فتجي تطرح إحسان، عدالة، إيتاء ذي القربى، الوفاء بالعهود. هذه هواية مهمة هاي الآيات ذاك اليوم، يعني أسس الحضارة بناها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المفسرون يقولون عهد الله يعني إذا أدخلت كلمة الله في العهد، يعني تقول عاهدت الله. بعض العلماء يقولون لا، كل عهد يجب أن يوفى لأن الله هو شاهد عليها. وأتصور هذا الكلام صحيح، لأن العهود بالنتيجة تتعهد مع شخص والكفيل هو الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. أيمان يعني يمين القسم، كانوا يقسمون. الآن صاير عادي في بعض مجتمعاتنا، والله تالله والله تالله، هذا مو صحيح. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. توكيدها يعني تقول بالله، مرة تقول بروحي مثلا، هذا مو توكيد. عندما تؤكد يعني تأتي بكلمة الله. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أنتم جعلتم كفيل على هذا القسم، كفالة يسوي الله. فمعناته لا نحترم الله عندما نقسم ونخالف. إن الله يعلم ما تفعلون. بعدين يمثل القرآن بمثل جدا لطيف، امرأة كانت في الجاهلية، أتصور اسمها ريعة أو ربعة، من بني تميم كانت. هذه كانت حمقاء، حمقاء هي وجيرانها مثلا جواريها، يقعدون من الصبح يغزلون الصوف، يوم من يصير الليل يفتون ذني يفكوها مرة ثانية، يوم ثاني نفس الشيء. هذه كانت مشهورة في مكة، هذه المرأة كانت هكذا. شو تسوي؟ شوفوا المثال، ولا تكونوا الذي ينقض العهد هكذا. شوف المثال جدا لطيف، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الغزل، المرأة تجلس وتغزل الصوف، تسوي خيط مثلا أو ما أدري قماش، بعد آخر الليل تنقض يعني تفكها، مرة ثانية الصبح، مرة ثانية الصبح الثاني، وهكذا. هذه أحمق، حمقاء هذه. الذي ينقض العهد مثل هذا، المجتمعات لا تتماسك بعد، ما إلها قوة. من بعد قوة، قوة يعني أنتوا صرفتوا قوة، جعلتم قوة في هذه، بالنتيجة هاي المرأة كانت تتعب هي وجيرانها. أنكاثة جمع النكث يعني فك الغزل. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذول شنو كانوا يسوون؟ يشوفون أي واحد أقوى. الآن هم هالشكل طبعا، الآن إذا تشوف إلى السياسة العامة هالشكل، أي واحد أقوى أصر ويا أنا، مرة ثانية أشوف هذا أقوى أصر ويا هذا. أنقض العهد، تتخذون أيمانكم، اليمين والعهد والقسم اللي قسمتموه دخلا بينكم، يعني خدعة بينكم. ليش؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. لأن هذا اليهود هالشكل كانوا يسوون. بعض المنافقين في المدينة كانوا هكذا يعملون، بعض المنافقين في مكة نفس الشيء، يشوفون القوة وين يروحون وياهم. أربى يعني أنفع من الربا. أن تكون أمة هي أربى من أمة،
إنما يبلوكم الله به. هذا بلاء، امتحان هذا، لأنه إذا عاهدت لا يمكن أن تنقض العهد، إذا أقسمت بالله لا يمكن أن تخالف قسمك. طبعا القسم الحقيقي ها، وإلا أكو قسم هذا اللي متعودين الناس عليه، هذا ما إلى إثم بس مو زين يعني. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا الواعظ أهلا وسهلا بكم، بس أنا أريد أيضا الليلة أتكلم عن علي عليه السلام، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن جبرائيل أتى رسول الله صلى الله عليه وآله برمانتين، في اليوم جاب رمانتين من الجنة، فأكل رسول الله إحداهما وحده، بس علي بن أبي طالب قاعدها ما أعطى، فأكل رسول الله إحداهما وكسر الأخرى بنصفين. رمانتين، واحدة أكلها، الثانية شنو سوى؟ نصفها. وكسر الأخرى بنصفين، فأكل نصفها، صار رمانة ونص، فأكل نصفها وأطعم رسول الله عليا نصفها. علي ايش قد حصل؟ نص، والرسول رمانة ونص. ثم قال رسول الله: يا أخي. دائما عندما كان النبي احنا نقول يدلل علي بن أبي طالب، يا أخي، ما يقول يا علي، أخوه، يا أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال علي: لا. في الظاهر مثلا ما يدري. قال صلى الله عليه وآله: أما الأولى فالنبوة. تمثيل هذا، صلوا على محمد وآله. أما الأولى فالنبوة، ليس لك فيها نصيب، أنت مو نبي. هذول اللي يتهمونه خلي يشوفون هاي الرواية. أما الأولى فالنبوة ليس لك فيها نصيب، وأما الأخرى فالعلم، أنت شريكي فيه. أنت شريك العلم، يعني كل العلم، ها كل العلم، وتدري علم النبي شنو بعد. أما الثانية، أما الأخرى فالعلم أنت شريكي فيه. الراوي يقول عبد الله بن سليمان شوية تعجبت، فقلت: أصلحك الله، يخاطب الإمام الباقر، أصلحك الله، تجي في أماكن التعجب، أصلحك الله، كيف شريكه فيه؟ يعني علي بن أبي طالب شريك في علم النبي؟ قال الباقر عليه السلام، يخاطب الراوي، يقول: لم يعلم الله محمدا، الله صل على محمد، لم يعلم الله محمدا علما إلا أمره. منو أمر؟ الله، أحسنتم. لم يعلم الله محمدا علما إلا أمره أن يعلمه عليا عليه السلام. الله الله.